السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب، حلقات خفيفه، حلقات بسيطه، الدنيا دايما يعني زي ما حضراتكم عارفين كل يوم بنحاول نوسط الامور، وبنيجي في ايام طبعا في الاسبوع نعمل الاكل اللي احنا عايزينه. النهارده الامور سهله جدا وبسيطه ان شاء الله. طيب، عندي نص كيلو دبابيس فراخ. الخلطه دي اسمها ايه؟ استنى خلينا نشوف كده، بالتوابل والثوم، حلو قوي دي، بكيس حراري وخضار، حاجه هتعجبكم جدا، دي مقدمه حضراتكم ان شاء الله من كنور. عندي خضار بشكل اي خضار حضرتك بتحبيه، ونص كيلو دبابيس هنعمل بيه خلطه حلوه جدا وبسيطه. لو مش حابين دي ممكن نعمل اللي جنبها اللي هي ايه مكتوب عليها بالزعتر والسمسم، عادي جدا تمشي دي او دي. طيب، الطبق الثاني عندي كباب حله. هو مش كباب حله، هي حته لحمه بالمشروم والبصل معموله كده بطعم حلو جدا شبيهه لكباب الحله، بيطلع معاها حبه رز ابيض، ابيض ساده سيد اسامه عمله، يعني ما فيهمش حاجه خالص ولا حاجه صعبه. عندي كمان حبه شوربه فريك بس تعمله باللحمه ببرقه كنور، ولا اكتر ولا اقل. النهارده خليك تعملي اكل سريع جدا وبسيط بالسهوله، وتطلعي بره المطبخ وانت عامله ثلاث اكلات ان شاء الله. قسم بعض، حبيتي تزودي حبه سلطه هنتكلم مع بعض، ما حبيناش عندنا طبق مخلل ان شاء الله برضو على الفطار. نطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب، كنا بنقول من شويه بحضراتكم النهارده على الفطار هنعمل اكلات تكون بسيطه. عندي نوع لحمه وعندي فراخ، دايما بعمل نوعين، يعني اللي ما بيحبش ده يكون فيه متوفر عندي، بحس ان برضه يبقى الامور يعني ماشي حالها. اللي ماليش في اللحمه اكيد يبقى عندي فراخ امشي حالها، وعندي طبق شوربه لطيف جدا. هنبدا الاول بالفراخ عشان تخش الفرن، نبدا نشتغل بيها بشكل بسيط جدا ونعملها كمان بطريقه حلوه جدا. دي مقدمه حضراتكم من كنور فاين فودز. الفكره من تقديم كنور مش بس ان هو بيقدم الاطباق اللي هي تكون بمقادير لطيفه وسهله وبسيطه، لا، هو بيقدم كمان منتج بكواليتي عاليه، ويوفر لست البيت حاجات كتير جدا ممكن ما نلاقيهاش عند اي عطار ولا نلاقيها عند اي محل ادوات منزليه او سوبر ماركت. بما معناه الخلطه بتاعته سبيشال لوحده، تمام. العطار البهارات دي مهما تتركب من عند العطاره كلها قدام حضراتكم، ولكن كل عطار بيبقى عنده حاجات مش صانعها، الحاجات دي كلها بتبقى جايه مستورده او اي جايه يعني، كان بتضرب في الكبه وبتطلع عاديه. اما هم بيجيبوا حاجات بتاعتهم هم ويعملوا الخلطات بطعم كذا وبتاع، دي حاجاتهم هم. ادوات منزليه زي الكياس الحراري ما بنلاقيهاش كتير في حاجات كتير، فالكيس بتلاقيه دايما في قلب العبوه، فهو موفر لك كل الحاجات دي كلها في كيس واحد، منتج كويس ونضيف وشكرا. طيب، توابل الثوم لو حبينا نشتغل بيه نشتغل، حبينا نشتغل بيه الثانيه نشتغل. ادي كيسين اهو قدام حضراتكم، الاثنين نفس الفكره بالنسبه لي، واثنين فيهم كيس حراري والاثنين هيشتغل معايا بنفس المقادير. هنجيب بوله فاضيه، بسم الله. احب دايما ابهر حاجتي الاول واشوف انا عايز ايه واتكلم واحده واحده بكل بساطه. هنشتغل زي ما احنا قلنا. انا شايف ان احنا اشتغلنا اخر مره غالبا كانت بالبهارات دي، هتسيب دي ونعمل طبق برضو مختلف بالزعتر والسمسم لو حبيتي. شي الكلام. طيب ماشي، نمشي بدي او بدي مش فارقه معايا. طيب، ادي عندي اول حاجه بفتح هنا بطلع كيس حراري كده، تمام. خليني بلاش زعتر وسمسم، خليني اشوف انا النهارده عندي محتار ازاي. خليني نعملها بالتوابل والثوم. الزعتر والسمسم كان من الحلقه فاتت بقى شويه. طيب، هجيب عندي سكينه او مقص، وافتح كده العبوه بشكل بسيط، بسم الله كده، واقطعها عندي كده. تمام. وعندي كيس الحراري بفتح كده من هنا كده. بص يا حماده، انا بس احب اوضح كده اهو، ادي الكيس الحراري بتاع الخلطه بتاعتي. في حزام ازرق اهو، ده اللي انا هقفل بيه في الاخر اهو، تمام. انا بس احب اوضح كل حاجه، تمام. ادي الخلطه عندي، هجيب عندي الدبابيس زي ما هي، مش تعمليش حاجه، كل البهارات شم ريحه البهارات وقولي لي لو اي كلام برضو قولي لي. انا احب دايما يعني اتكلم بكل صراحه بكل وضوح، لو ريحتها وحشه والله ما هتكلم عنها اصلا، لك ريحه البهارات منتهى البساطه لطيفه جدا. عايزه تزودي اي حاجه زودي، مش عايزه انا عادي جدا، انا ممكن ازود. ازود ايه؟ ممكن ازود توميه من عندي لو حبيت اهو، فصة توم حلو كده، وممكن ازود من عندي كمان بصلايه براحتي مفيش مشكله خالص، وممكن اجود من عندي واحط فلفل اسود اهو كده اهو.
ماشي، ورقه غار لو حبيت يعني نفسك فيه، وامسك الحاجات دي كلها وقلبها ببعض بالشكل ده. بسم الله. اهو شايف المنظر عامل ازاي، واضح كل حاجه بكل بساطه. الخلطه بتاعتك شم الريحه دلوقتي. فصل الثوم طبعا غله عشان انا حطيت طبعا اكيد، فلفل اسود طبعا اكيد، يعني شايف لازم يضيف مهما كانت الخلطه حلوه طبعا اكيد لازم اجود يعني طبيعتي شغلانتي كده يعني. تتبيله شم الريحه، كل حاجه تمام تمام. عندي كيس خضار بسيط جدا، هبدا برده احطه عليهم واقلبه معاهم بحيث ان كله يبقى واخد نفس الريحه كده اهو، كله ني في ني. حضرتك الفرن بتاعك يكون سخن جدا، الصينيه عندك جاهزه، عندك الكيس الحراري هنبدا نعمل كده اهو كده اهو. شايف حماده بكل بساطه نعمل كده ونشيل عندنا البوله دي خالص، نوسع نفسنا عشان نشتغل على نظيف. وهبدا هقفل الكيس بكل بساطه كده اهو. شايف يا حمود، اروح اعمل كده، والاول اروح رجه رجه حلوه تحس ان ورد تقليبه تكون معايا لطيفه تمام. وانا جايب عندي الحزام وعامل كده معايا حمودي ودخل هنا كده بكل بساطه، وروح اعمل بالعكس تمام. اتقفل الكيس وصينيه فاضيه، هتلاقي كل حاجه اصلا مرسومه عندك في قلب العبوه، يعني هتلاقي مرسوم الصينيه موجوده، طريقه العمايل زي ما انا عملت، كل حاجه هتلاقيها واضحه، كل حاجه ما فيهاش صعوبه خالص. وروح اعمل على طول على الفرن، دخل حاجتك سايباها تاخد وقتها وتعيش حياتها شويه، ممكن تديها حبه ميه في قلب الصينيه لا مانع. طيب ده الطبق الاول، نوسع نفسنا ونشوف ايه اللي بعده ونشيل الحاجات دي عشان نشتغل في الطبق الثاني. ده كيس زيادة شايله عندي زيادة لو حبيت اشتغل بيه ماشي. طيب هنخش نشتغل بعد كده في حتة اللحمة الحلوة دي، تاخد وقت. عايز اعمل ايه في اللحمة دي؟ عايز اعمل اللحمة دي تكون كباب حلة ولكن معمولة بالمشروم والبصل. فاللحمة الأول زي ما حضراتكم شايفين كالعادة فلفل أسود على وش اللحمة، شايف يا حمود بالأعشاب اللي فيها كله زي ما هو كده. وبجيب عندي مكعبين زبدة حلوين كده بسم الله، مع سنة زيت بسرعة قبل ما احرق الزيت الزبده واحط هنا كده حتتين قرنفل على فلفل حصى، وراح نازل باللحمه كله مع بعض، واقلب الزبده مع الزيت مع فلفل الحصى وورقه القرنفل كده اللي حطيتها الاولانيه الصغيره دي بسم الله. شايف الريحه؟ اعشاب على فلفل اسود وكمان قرنفل، في ريحه حلوه جدا في قلب الحله. واللحمه بص لونها عامل ازاي؟ كله بسيط جدا. وانزل عندي ببصلايتي، انزل بصلايه كبيره واقلب، خلي الحاجة تاخد طعم كويس. البصلية تدي لون حلو جدا وتتشوح برضو معاها على طول. كده اهو. وروح جايب عندي مغرفة فيها حبة مية أو مرقة حسب اللي عندك برضو. شيل بس الحاجات دي مطرح ايه؟ اللي وقع، وادي عندي حبه مرقه ولا حبه ميه عشان الحاجه تبقى معايا مستويه. بسم الله. واحده بس، كمان واحده كمان يلا عشان تستوي حاجتي وتبقى تمام، واثق ان شاء الله ان اللحمه بتاعتي استوت وبقت زي الفل.
اغطي واسيبها تعيش حياتها وزي الفل. هطلع فاصل صغير جدا بعد فاصل، نرجع ان شاء الله نواصل على بقيه اللحمه ونخش بعد كده ان شاء الله في الشرب ونبص على الفراخ بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل دخلنا اول طبق بتاع الخلطه بتاعتنا، حطيناه في الكيس الحراري وعايش حياته. الطبق الثاني زي ما حضراتكم شايفين حته لحمه خلاص على وشك التسويه. بص المنظر عامل ازاي يا حماده. حبه المرقه طبعا بيفرقوا كتير جدا. طب هندعمها بايه؟ نديها طبعا حبه توم لطاف كده، ونبدا كمان نديها حبه، يعني لو حبينا نحط لها كرفس انا ما عنديش بشكل خاص. هستلف حبه من بتوع الشوربه كده، وتعالى نبهر بقى بمعلقه كزبره ناشفه كبيره، ادي واحده كده، وادي كمون، معلقه كمون، وطبعا حبه ملح حسب الرغبه، ولو حبينا طبعا نحط حبه بهارات مشكلين يبقى عسل العسل، ونقلب كويس. لازم تكون فيها كزبره وكمون شويه يديني طعم مختلف عن كل مره. وابدا اضيف دلوقتي المشروم بتاعي في الاواخر، ياخد اخر تسويات بقى ويبدا يدبل مع اللحمه والبهارات والثوم. واديها سقسقه كمان كده، حبه مرقه صغننين عشان اسوي بقيه المشروم بتاعي مع اللحمه، وكمان ما بقاش عندي البهارات تكون ناشفه ما تكونش لسه استوت، ببقى داخل حاسس ان انا ايه باكل حاجه كده كاني باكل كبده متشوحه، ما مش صح، لازم الحاجه تستوي كويس. ويقسمها تعيش حياتها. طيب شوربه الفريك باللحمه مكعبات صغيره. شوربه الفريك ليها زبون كويس قوي، ناس بتحبها كتير جدا، وناس تحب الفريك عامه بكل انواعه، ناس تحبه محشي في الحمام او بالفراخ او في البط طبعا، في ناس تحب الفريك لو كان معمول شوربه او محطوط تحت اكل زي كارفل مثلا، او نقول مثلا فخده او ديك او اي في تحت منه، بديل للشعريه، بديل لفكره الرز بالخلطه، ايا كان الموضوع بيبقى ليها طعم كويس جدا. ولكن الفريك مش بس في الحشو ومش بس في الطواجن، كمان بيتعمل شوربه. تعال نعمل حبه شوربه الفريك حلوين. هجيب الاول عندي مكعبين زبده كده لطاف، بسم الله، كامل واحده معاهم سنه زيت، تمام، وانزل عندي بمكعب صغير قوي لحمه مفروم، اقطع صغنن قوي، شايفه؟ معلش لحمه اقطعها صغير جدا. وهبدا هشوح عادي جدا اللحمه بالزبده للشوربه بكل بساطه، بسم الله. لحمه عصافير شايفها حماده؟ وبعد كده هبدا انزل عندي ببصلايه ناعمه واقلبهم مع بعض، يبقى اللحمه ببصل الاول اهو. اول ما احس ان هما دبلوا شويه ابدا انزل عندي بالكرفس والكرات على بعض، ده للشوربه، واقلب براحتي، ياخدوا سنه صغيره جدا ما يبقوش كتير يعني. وانزل عندي بحبة الفريك، وبرضو اشوحهم شوية. تمام، سيكة بس بسيطة وهنكمل بقية الموضوع. طبعا الفراخ عندي شغالة خلاص على وشك قربت تطلع، وبمسح بس كده ايه دايما حوالين بوتاجازي بحيث ما احسش ان انا يعني مش متظبط.
نرجع تاني نبص بصه. تمام، شوحنا وزي الفل. هجيب عندي دلوقتي المرقه بتاعتي او الميه السخنه بتاعتي، احط مكعبات مرقه كنور برضو، لكن احط خضار او لحمه حسب اللي عندي. بسم الله، نقفلها كلها ونغطيها الحله بالكميه اللي انا عايزها من المرقه. كده اهو. تمام كده اهو، وابدا احط عندي مكعبات المرقه. حاضر، ثانيه واحده، اجيب عندي مكعبات مرقه كنور خضار. ادي الباكت، الباكت لطيف جدا، 12 مكعب 10% خصم، شغل عالي يعني. تمام، نجيب مكعبين لطاف ما نزودش عن كده. خضار باين عليها ان هي خضار، بص عامله ازاي، فاتحه فريش واضحه، بتبقى ماسكه نفسها كمان ومش حادقه كتير. ده الفرق ما بين كنور واي مكعب تاني، مش بس واضحين، اللي هو ما بيبقاش متعمد ان هو يحط ملح كتير فينسي الطعم وتبقى طريه، تحس ان هي يعني مش لطيفه يعني. كده، وابدا اعمل كده وابدا اقلبهم كويس جدا عشان ما يكلكعوش معايا، اهو يدوبوا معايا في المرقه، واسيبهم عندي يغلوا ويعيشوا حياتهم. هدي في الاخر حبه ملح، حبه فلفل، وتشكرين. فلفل ابيض، لو حبيت فلفل اسود، حسب اللي عندك. ويعيشوا حياتهم وتمام. طيب هنبص بصه سريعا كده قبل ما نطلع الفاصل عشان عارفك هترجع تخليني نقفل. بص كده الطاجن ده خلاص خلصان، بص يا منظر. نغرف ده قبل ما نطلع الفاصل، ايه رايك؟ عشان ما ينفعش ما هطلع الفاصل تاخرني. طب ليه؟ ما نقفل لو خلصنا. ايه دي؟ يلا بسم الله. بص المنظر، حته اللحمه مع المشروم مع البصل، منتهى البساطه. وزي ما اتفقنا معاها حبه رز ابيض بالشكل ده. حته لحمه بالمشروم بالبصل معاها رز ابيض، منتهى البساطه، ولا في اي افتكاسات النهارده. الموضوع سهل جدا وبسيط. دي اي حاجه خضراء على الرز. طبعا الرز ده برده معمول بمرقه كنور خضار، يعني ما فيش حاجه فيه صعبه. مكعب المرقه مع كوبايه ميه، تقلبوا غليوا، شوحت كوبايه الرز ابيض فابيض، يعني ما فيش حاجه. نطلع فاصل صغير جدا، بعد فاصل نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل، يعني شوربه زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش كلام، مش حكايه. بص عامله ازاي عامله، انت فين؟ انت هنا ولا هناك؟ انت كرين؟ ماشي، بص يا باشا اهي، مش حكايه ولا روايه ولا اي حاجه. زي ما اتفقنا ممكن نديها حبه ملح بالمره وحبه فلفل ابيض او اسود حسب الرغبه. نديها اسود عشان دي لحمه برضه، وشكرا. حبيتي تغيري لونها ممكن تديها معاها اساس الطماطم، بس من بدري مش دلوقتي يعني، خلاص دلوقتي خلاص خلصت، من بدري عشان تغير اللون المرقه لو حبيت تغير اللون. ما حبيناش زي ما احنا كده زي الفل. طبعا الفراخ طلعت خلاص خلصانه، وعندي الناحيه الثانيه برده اللحمه خلصانه برده من بدري. بص يا باشا بسم الله. شوربه فريك عظمه يعني. تمام يا باشا، انا بريحك على المسجل اهو، اختم بختم، روح بروح، تعالى تعالى، ما بقولش لا. عايز حاجه مني تاني يا سيدي؟ ثلاث اطباق زي الفل، ولا حاجه، الدنيا كلها ده بقت ترند دي. ماشي 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 يا بحر. ادي النهارده زي ما حضراتكم شايفين، كان معانا النهارده وصفه كنور معموله بخلطه التوابل وتوابل والسمسم، او زي ما اتفقنا عندي حبه رز، وكمان عندي حته لحمه، وعندي كمان حبه شوربه. الموضوع النهارده سهل جدا وبسيط. حلقه جديده، والسلام عليكم.